تركيز السلام تاعك عليكم. كله على سلام خويا العيد. سلام، تفضل تفضل. وعليكم السلام. عليكم السلام. الحمد لله خويا، تفضل. الحمد لله. حوار كان شيق، ولا كنت نسمع في هضره مليحه ياسر بين كوتش وفيران. حبيت نعطي رايي برك شويه على رياض محرز. صراحه انا شوف ان رياض محرز كنت شويه تقريبا كيما فاروق، شويه ضده في واحد الوقت، خاصه انه نقولوا لاعب ما عندوش شخصيه، ما يلزمش يكون قائد فريق ولمناه لمناه. انا واحد من الناس اللي ياسر في المقابله كما قال الكوتش ما بانش تقريبا من 2019، وخاصه الاحصائيات مع المنتخب الكاميروني ما بانش لا في الذهاب ولا الاياب، وما شفناش الحراره نتاعو فوق ارضيه الملعب. لكن مؤخرا اللي صرا له وانا نتعاطف معه. علاش نتعاطف معه؟ لانه تقريبا نقدر نقوله انه رياض محرز بدايه النهايه، سواء اوروبيا ولا حتى مع المنتخب، تقريبا 3 سنين ولا ما نزيدوش نشوفوه. انا معاه بالماضي انه محرز يستدعيه ويلعبه ويعطيه، خليه في قائد المنتخب خاصة في الوقت هذا. علاش؟ لأنه راحين داخلين الاستحقاقات كبيرة صراحة، باش نحو رياض محرز وندخلوا بوعناني. أنا نقول بوعناني أحسن خليفة رياض محرز، ومازال نشوفه حتى يتألق أوروبيا إذا كان عرف كيفاش يسير المرحلة تاعو. لكن نحتاج رياض محرز خاصة في الاستحقاقات القادمة. تسنى فينا كأس أفريقيا في كوت ديفوار، تسنى فينا تصفيات كأس العالم، وهذا الهدف الرئيسي، مش حتى النهائيات في كوت ديفوار. لكن نحتاج رياض محرز. انا مع ان نرفع كما نقول لك المعنويات رياض محرز. نتشرف بهذا اللاعب صراحه، اللي كما نقول لك اعطى صوره حسنه للجزائر خاصه في الكره الاوروبيه. لاعب معناها اللي ما يتعوضش تقريبا، يحب لك سنين وسنين وسنوات باش تشوف رياض محرز ولا لاعب جزائري كما رياض محرز. ماهوش بالسهل باش تجي من 10 الاوائل كاحسن لاعب في العالم. صراحه اللاعب هذا انا نقول باللي ندعموه ونطلعوا له المعنويات، سواء كشعب ولا حتى جمال بالماضي. حاجه اخرى، الناس اللي تلوم جمال بالماضي يقولوا باللي عاطيه كما قلت عاطيه الحريه ولا يتعامل معه معامله خاصه. صراحه حاجه باينه، رياض محرز نجم وعنده القاب، رياض محرز يلعب في السيتي، رياض محرز كاسم كبير اي مدرب لازم باش يتعامل معه معامله خاصه. وقت اللي بالماضي يحكي مع بوداوي يلعب في نيس ولا بالقبله، المساواة ما بين اللاعبين هذه حاجة مليحة، بصح التعامل بالماضي مع بوداوي ولا مع بالقبلة مش كما التعامل مع رياض محرز، حالة خاصة. أنا نزيد حاجة أخرى، أنا مع أنه جمال بالماضي، خاطر علاش؟ اليوم داخلين على 2 مقابلات اللي تقريبا أول مرة الكوتش فاروق تسألنا عكس كما هذه، 2 مقابلات في 48 ساعة، ما صراتش لا في أوروبا لا في إفريقيا، حتى في إفريقيا ما صراتش. أنا مع أنه جمال بالماضي، وقال في الندوة الصحفية أني خيرت تشكيلة للمنتخب لمواجهة المنتخب الأوغندي، وخيرت تشكيلة لمقابلة المنتخب التونسي. أنا متأكد باللي المقابلة اللي راح يلعب بها أمام، ولا التشكيلة اللي راح يلعب بها أمام المنتخب الأوغندي، هي تشكيلة الاحتياطية، والتشكيلة اللي راح يواجه بها المنتخب التونسي نعرفوا هذيك كما يقول لك الحماس اللي بيننا وما بين التوانسة. التوانسة يحبوا يرجعوا ذاك الهزيمة اللي كانوا نهزموها في تونس لما فزنا عليهم. أكيد بالماضي راح يخلي التشكيلة الأساسية لمقابلة تونس، وأنا مع جمال بالماضي يا الكوتش. وأنت تعرف هذه الأمور، معناها لاعب كما رياض محرز تسفروا الكاميرون مش على بالي شحال ساعة ذهاب وإياب 48 ساعة، ومن بعد تجيبوا باش تلعبوا مقابلة تونس. أنا نشوف أنه بالماضي اللاعبين اللي ما يحتاجهمش في المقابلة تاع أوغندا، على الأقل الركائز اللي خارجة من مقابلة كبيرة أنه يريحها ويخليها في الجزائر استعدادا للمقابلة تاع تونس. والله الحقيقة أنا ما فهمتهاش هذه العقلية، اسمح لي خويا العيد، خويا بكل ريسبي ما فهمتهاش. أنا أنت كي تقول أنت لاعب عالمي، لاعب عالمي لو نو وي لو نو ما هدرناش ما قلناش، ولكن نعطيك أسماء جاوا يلعبوا مع المنتخب. كي نشوف أشرف حكيمي حتى من الناحية السوقية أغلى عليه، نقولها بكل صراحة، ودوموندي بار دي غران كلوب. سيتي عنده دي توش مع السيتي، مع الريال، مع دوتر كلوب، وشفناه الأول في المنتخب، لاعب كبير عالمي، احسن مدافع ايمن في العالم، نقولوها مرابط كيف مرابط لي دوموندي في البرسا، دوموندي بارتو في العالم. السيد انا شفته في التربص تاع المنتخب المغربي، الحارس كيف اسماء كبيره، ولكن انا جست انا حبيت نقول لك العيد،
باش انت تقول باللي لازم هذوما يكونوا داكور، وقلتي او ميم طون ما يعتمدش عليهم مقابلات. انا نقول لك مقابله بزوز مقابلات عندهم اهميه كبيره في التنقيل. دون سو كان ما تحتاجش انت، ما تحتاجش تمارس تو سامبلومون، كنت تنحيه من التربص هذا وتخليه في الموت سيبتمبر يجي في التربص الاخير وفضت الحكايه. كنت او ميم طون تعيط لاعب اخر اللي ما شفناهش، ممكن يكون كان يعيط القادري، كان يعيط النوتر جوار. علاش تقصي انت اللاعبين؟ جاي جوار، جوار جاي جاي توريست. ونقولها انا بور مو سي ان توريست على العام، وفي الدكه وفي الدكه عام كامل وهو رومبلاسون. دونك هو محتاج باش يكون الاول في المنتخب، باش يعني هذه جستهم الاخطاء خويا العيد. كلفتنا الاقصاء من كاس العالم، ما رحناش لكاس العالم معليش، او يلعب في السيتي او هذاك. لكن اسماء كبيره، محمد صلاح يلعب في ليفربول اسم كبير، كان في الكره الذهبيه اللي سيتي تروزيام ولا كاتريام في البالندار، وهاك شفتيه مع المنتخب نتاعو كي ظهر المنتخب نتاعو ها اليوم لعب كونتر ليكيب تاع لاغيني. بورتون لاعب اسم كبير، صلاح اسم كبير روسي. انا ما فهمتهاش انا العقليه هذه. قلنا العام اللي فات خلاص اقصينا رحنا خلاص، ولكن قاعد نشوف في نفس الاخطاء. ان جروب يجي وجروب واحد من الجروب قال اخويا اللي تيكسكوزي علاه ودار لا فينال. نقولوا كان جا لعب لا فينال ولعب ماتش كامل ولعب اون ميتون، معليش يا سيدي يحتفل مع الفريق. ولكن العقليه هذه راح تحب السلب على الجروب. ما فهمتش انا العقليه كيفاش درك، خاصه غير درك الكلاكيت، يجيب الكلاكيت والشورت. سبحان الله، انا معاك. شوف انا بزون باش نتكلفوا خويا العيد. لا شوف الكوتش، انا معاك في هذه. شوف فرق ما بين انه رياض محرز جا دركا ومستدعي في القائمه، فرق بين انه كل ما عيطوش صح، انا معاك، كل ما عيطوش في المقابلتين هذه وخليه يرتاح وقال اخويا انا معطيك في التربص هذا وخليك التربص الجاي ونزيد نشوف بوعناني ونعطي الفرصه للاعبين الاخرين. معليش انا معاك في هذه، بصح المشكل الكوتش دركا المشكل نتعاملوا مع القضيه انه رياض محرز دركا موجود في القائمه. ها هو المشكل اللي نحكي لك عليه دركا. خلاص انا اللي معاك، كون جاب الماضي خرج وقال في تصريح ولا باللي محرز ما عيطلوش، ها علاش وعلاش وعلاش. انا معاه، نقول لك راني معاه بالماضي في القضيه هذه، بصح المشكل انه دركا لازم نتعاملوا في القضيه. وجاء رياض محرز واش نديروا دوك الكوتش دركا 48 ساعه واللاعب هذا يعول عليه في المقابله تاعتون. المشكل راه اول مره تصرع عفسه، انا قلت لك اللي هي لازمنا مش عارف كيفاش نتعاملوا في المقابلتين هذه. بزاف مقابلات حاجه باين على بالك بلي كي تخسر مع اوغندا ولا تتعادل معها تهبط في الترتيب، خاطر منتخب بعيد في التصنيف. مش حتى كي تخسر مع تونس راهو ما طيحش ياسر في التصنيف، يا ربي تهبط مرتبه ولا زوج مش كيما اوغندا. بصح هذاك المشكل انا طحنا في هذه، وهو المشكل اقترحت عليه الاتحاديه قال لك بلي حابين يلغوا المقابله تاع تونس، قال لهم لا خلوها لي يا خويا، انا نعرف كيفاش نتصرف في المقابلتين هذه ونشوفوا. انا بالنسبه لي زوج مقابلات وربحنا مقابله وديه خير من اللي نلغوا تاع المقابله تاع تونس. زيد حاجه اخرى، الزياش انا شفناه في المقابله الاخرى مع جوز القمر ما يلعبش اصلا مع تشيلسي، جاء لعب مقابله اساسي واعطاه قائد فريق خاطر يشوفوا باللي نجم المنتخب. معليش حاجه اخرى زيد، راهو بفرق ما بين المنتخب المغربي اللي عنده ثلاث مقابلات كامل في التصفيات كما مش كما المنتخب الجزائري. حاجه اخرى المعامله، انا راني مبكري الكوتش ما تشفاليش، كنت نطلع معك في المنصه نقول لك باللي رياض محرز لازم يخلي الادم والناس، يخلي البراسه اللاعبين ابراهيمي مادام خلي يشوفوا اللاعبين. بصح المشكل درك انا متاكد انه بالماضي يعول على رياض في كاس افريقيا الجاي يعول عليه التصفيات. درك المشكل يقول لك انا اللعب ما بقاليش وقت، خاطر هاي راح تبدا تصفيات وراح تبدا كاس افريقيا، هذا هنا المشكل. إيه كلامك صح، دوك انا راك فهمتيني واش حبيت نقول. يعني حبيت نقول يعني كنت تنجم يعني معليش تيكزونتي من لي دو ماتش هادما او ميم طون تنحي له البراسار، تجرب مثلا له براسار تزيد باش نشوفو تمد له براسار، مثلا تمد له براسار تمد له بن طالب ونشوفو سير لا دروات يلعب بوعناني ماتش كامل. بوركوا با، شفنا بوعناني كونفيرما في الكوتي دروا لو تونك هو يبدا يخير لو كلوب اسكو يريح في السيتي ولا رايح السعوديه. نقولوا الفتره هذه انا بصراحه في الفتره هذه حساسه، ما كنت ما نعيطلوش، كنت نعيط له نتواصل معاه بالتليفون قال فوالا جو لاس لو تون لو تونك تشوف امورك في السيتي اسكو راح برولونجي معاهم ولا ما على باليش انا ممكن يروح السعوديه ولا هذا. نقولوا وضعيه شويه بوزيسيون شويه ديليكات، كنت تخليه تعفيه
تلا غالب يعني هما كون في بوز لا كيسيون يعني طرحوا السؤال. بس وراك رايح اشترك في القناه ودير لايك حتى وما عجبكش الفيديو اكتبها في التعليق. يا السلام عليكم.